طيب انا لازم الحديث ياخدني معاك في كذا اتجاه، بس عايز ارجع تاني لهذا الحب العظيم لرموز واسماء كبيره في تاريخ الكره المصريه. قلت انتهز الفرصه ومعايا الاستاذ الكبير استاذ حسن المستكاوي ونتذكر اسماء عظيمه في تاريخ الكره المصريه، وعايز ابدا معاك باسم كبير عدى على الكره المصريه، واسم كبير لاعب للنادي الاسماعيلي ومنتخب مصر، كابتن الكبير كابتن علي ابو جريش. تفتكر ايه للكابتن علي ابو جريش؟ بص، في يعني لكل فريق اساطير، اساطير بمعنى لهم تاثير. بس انا الاسطوره عندي اللاعب المبدع. يعني ايه الاسطوره؟ مش ارقام، الاسطوره ابداع. الاسطوره اللي هو اللاعب اللي انت بقاعد تتفرج في الملعب وبتقول انا عايز الكره تروح له. صحيح، عشان كل ما الكره تروح له هو هيفاجئك بحاجه تقول يا ابني الايه، الله ايه الحلاوه دي، خطير. مش كل اللعيبه بيعملوا معاك ده. صحيح. كابتن علي ابو جريشه بقى اولا هو اللي طبعا ما فيش لاعب برضه بيجيب البطوله لوحده، اللي بيجيب البطوله فريق. فمن ضمن الاختيارات بتاعت احسن لاعب في العالم او احسن لاعب او جايزه بالون دور يعني انا مش عايز اختار ارقام، يعني المبدع ليفاندوفسكي بيجيب اجوان كتيره جدا وعمل ارقام مذهله، لكن انا بشوف ان محمد صلاح لما بيغرب الاربعه او خمسه او ست لعيبه في ال 18 ده هدف ما بيعملوش ليفاندوفسكي. هو بيشوف الجون كويس وبيسجل على طول واعصابه هاديه ومهاراته هي دي، بس انا اقصد الابداع. يعني الابداع كابتن علي ابو جريشه كان مبدع وكان كمان له تاثير في بطولات الاسماعيلي من اول كاس الدوري، من اول الدوري 67 وكمان كاس افريقيا ثم بطولتين دوري كمدرب لما كان هو كمان مدرب، فدوره مع الاسماعيلي ومهاراته طبعا كانوا حتى الالقاب بتاعته فاكهه الكره المصريه. الرشاقه بتاعته والمهاره بتاعته وضربات الراس بتاعته، يعني اعتقد يعني الناس في الاسماعيليه متاثرين برضا، لان رضا يعني مات للاسف في شبابه وكان من اسطوره الاسماعيلي وحب. بس لما 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 مات في حادثه وهو لسه في شبابه اتعمل اسطوره. هو كان لعيب رائع طبعا، هايل يعني، انما الاسطوره ما اكتملتش. يعني كان عمره قصير في الملعب وما اداش للاسماعيلي زي ما كابتن علي ابو جريشه ربنا يديله الصحه ادى للاسماعيلي. فالاسماعيلي يعني احيانا في اشياء غير الملعب بتصنع اساطير. صحيح. طيب